يكون قادر على المنافسه على الدوري ويتخطى كل الصعوبات اللي بتتحط قدامه في مشوار هذا الموسم. طيب هل قصه المباراه انتهت على كده؟ لا كان فيه اهتمام من مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب في ملف مهم جدا لا يقل اهميه عن مساله الثلاث نقاط وانسحاب الزمالك، الا وهو ان الكابتن محمود الخطيب كلف لجنه المباريات في النادي الاهلي بالتواصل مع شركه تذكرتي لتعويض جماهير الاهلي. كابتن محمود الخطيب وجه وكلف لجنة المباريات للاجتماع والتواصل مع مسؤول شركة تذكرتي للاتفاق على كيفية تعويض جماهير الأهلي التي قامت بشراء تذاكر مباراة القمة التي لن تقام اليوم جاء ذلك بعدما تلقى النادي خطابا رسميا من ربطة الأندية المحترفة يفيد بعدم إقامة المباراة المشار إليها في موعدها واعتبار الأهلي فائزا باللقاء 2-0 وطلب رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب من لجنة المباريات بحث الأمر بشكل عاجل للحفاظ على حقوق جماهير الأهلي التي تستحق التقدير لا سيما وإنها تتحمل الكثير من المتاعب للتواجد في الملاعب المختلفة من أجل مساندة فريقها في كل زمان ومكان قرار مهم جدا تبعات انسحاب الزمالك أكيد في أمور تخص جماهير الأهلي التذاكر اللي تم شرائها وحجزها عبر سيستم تذكرتي وعلى فكره كمان عايز اشكر المسؤولين في شركه تذكرتي لان بالامس كمان كان لهم رد فعل على هذا الموضوع وقال هيكون في تواصل لبحث هذا الامر والاليه اللي يتم في من خلالها استرجاع القيم الماليه والتذاكر اللي تم حجزها عبر السيستم الالكتروني